الاستدلال بالآية التي استدل بها خطأ، لأنه استدل بقوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. سبحان الله، هو لم يرجع إلى كلام المفسرين، أو أنه رجع وأراد أن يفسر أو يأتي بعلم من عنده، وإلا فقول المفسرين فأنساهم ذكر الله، الذكر هنا هو عبادة الله من أوامره بفعلها ومن نواهيه باجتنابها. ثم سبحان الله، أين التأمل؟ اقرأ ما قبلها، ما قبلها عن المنافقين: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. سبحان الله، يعني حصر هذا في الذكر باللسان مع أن المفسرين لم يسبقوه إلى ذلك، وهذا خطأ عظيم.